مساء الخير، حلقة جديدة وترند جديد. والحقيقة النهاردة الترند شكله حلو وشيك كده وقمر في نفسه، ومعنى اسمها العشيقة. أنا اتخضيت. العشيقة أو الحبيبة أو قرة العين. يعني أنا كده مش عارف، يعني هخرج من الحلقة دي عشيقة أو حبيبة أو قرة عين. ربنا يستر. ازيك يا جماعة؟ كويسة، ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. عاملة مشاكل ليه؟ أنا؟ ده أنا غلبانة. لا بحسك برضه يعني احيانا كتير كده تكوني عامله مشكله. عكس التيار شويه. انت بتروحي الساحل كتير فممكن التيار هناك شديد شويه. قولي لي بقى، يعني ايه مشكلتك في الوسط الفني في مصر؟ شايفه الوسط الفني في مصر، يعني انت متخرجه او مبدئيا من سنه 2018 19 معهد فنون مسرحيه؟ لا ما سقطتش، بس كنت بكتئب فباجل. قعدت 6 سنين. 6 سنين ده كان في المجاني ولا بفلوس؟ لا بفلوس. مجانية بقى على كده، عشان كده قعدت براحتك. ايوه قعدت براحتي. طب قولي لي بقى، يعني ايه بقى، ايه اللي حصل؟ يعني بداتي كريم عبد العزيز وبتاع ومش عارف ايه وايه وايه، وبعد كده خدتي اجازه كده؟ مش بمزاجي. للاسف مش بمزاجي. انا بدات مع استاذ كريم. خلينا نبدا من المعهد الاول. من المعهد الاول ماشي. دخلتي ازاي وليه حبيتي تخشي والكلام ده؟ اوكي، انا اوريدي اساسا بحب التمثيل من وانا في ثالثه ابتدائي، فده كان تارجت بالنسبه لي ان انا لازم ادخل المعهد. خلصت الدراسه اللي ماما كانت عايزاها، اللي هي بقى تجاره خارجيه. ماما بتربيه وتعليم فلازم لازم تاخدي الشهاده، هو ده. خلصتها وبعدين دخلت قدمت في المعهد، بس للاسف كنت انا عديت السن بكام شهر كده فما رضيوش. يعني ممكن داخل المعهد كان عندي كمان 20 سنه؟ لا مش 28. ما هو الموازي ده بيخشون يعني اول 28. لا انا كنت 23 وكسور. هم دلوقتي خلوه 28 دلوقتي. يعني ممكن اللي ما يلحقش المعهد يخش من ممكن عشان كبرت برضه. لا لا والله. كنت لسه يعني. المهم فقدمت في المعهد بس موازي عشان ما ينفعش اقدم مع معتمد، واتقبلت الحمد لله ودخلت. شويه بشويه ابتديت اعرف موضوع الاوديشنز وكده. رحت يعني كريم عبد العزيز مسلسل الزيو ده جالي بالصدفه اصلا. انا ما كنتش عايزه اروح اصلا اوديشن ولا فاهمه فيه ولا في دماغي. واحده صاحبتي اللي كانت رايحه لناس اصحابها يشغلوها واخدتني عشان اوصلها بالعربيه بس. فبالصدفه قالوا لي اعملي انت كمان اوديشن. انا اشتغلت وهي نوايا، او من بعديها ما كلمتنيش تاني اصلا. والله نسيتني من بعديها فعلا. طب ده اصل الشغل بيبقى ليتي يعني طلبات. رزق. ده جه لوحده. وهو الزبق نفسه اتعمل الجزء الاول لسه في جزء تاني لسه. يعني وليد يوسف وكان مسلسل حلو جدا. يعني انا عايزه اقول لك اكتر حاجه الناس بتسالني عليها على الانستجرام كده الزبق. يعني كان دورك ايه في الزبق بقى؟ ازاي بقى كنت حنان بياع في المحل اللي كريم عبد العزيز يخش يروش عليه. لا انا اللي كنت بروش عليه. انت عايزه تتجوزي وخلاص؟ ايوه انا كنت بجيب كريم عبد العزيز اللي هو اتجوزك. انا هتجوزك. ايوه ما قمر بصراحه. لا كريم عامل استناديه في الشاشين. قمر انا هموت واشتغل معاه تاني. يا سلام هو قمر. فكري بقى انك اول مره توقفي قدام كاميرا كان قدام كريم عبد العزيز. حسستك ساعتها ان انت بقى ايه، بيتي اجمد واحده في مصر؟ بس كمان غير ان انا اجمد واحده في مصر، هي حببتني اكتر في الشخص كريم عبد العزيز. انا متعوده قبل ما ابدا تمثيل كنت ساعات بنزل اعلانات كموديل. فكنت دايما متعوده ان لما بتروحي مكان بيقعدوا ساعتين ثلاثه على ما تصوري مش كده. انا رحت اليوم ده متاخره لاني متعوده ان هم بيتاخروا. روحتي متاخره؟ انت كده لقيته موجود في ميعاده. لا هو اصلا كان الميعاد 7:30، انا رايحه 8، هو موجود من 6:30 ولابس وقاعد ومستني. مستني البرنسيسه تيجي. ما طردتيش اصلا؟ لا ده الحمد لله. يلا بالسلامه وجابوا حد غيرك. يعني لسه بتمثلي اول مره في حياتك وجايه متاخره؟ ايوه. ايوه فعلا غلطانه معترف. فلقيته قاعد ومستنيني بصراحه، واتكلموا معايا بذوق جدا، محدش رخم عليا في حاجه. وفي التصوير نفسه في مره واحنا بنعيد شوت انا غلطت، فلقيت استاذ كريم عمل بالظبط زي معلش يا جماعه كوبايه ميه بس عشان
ونعيد الشوت تاني وراح شرب ميه وراح مكمل التصوير كاني هو اللي غلط مع اني كنت انا اللي غلطان. لا كريم جميل قوي قوي، ممثل محترم بيساعد الممثل اللي معاه الصغير وبيكبره على فكره، مش بيدوس عليه بموده وفهم. كان اخراج مين المسلسل؟ استاذ وائل، وائل عبد الله. وائل عبد الله اه، وائل من الناس الشاطره برضو، شاطر قوي شاطر قوي، ومحدد هو عايز ايه، هو داخل بيبقى عارف هو عايز ايه، عايز الشوت ده كذا كذا كذا، بيبقى مظبطه داخل يشوت مش لسه بيجرب. استفدت ايه من المسلسل ده؟ مع ده كان في سنه اولى فنون مسرحيه، اه يعني اولى فنون مسرحيه واولى وقوف قدام الكاميرا، وكريم عبد العزيز وائل عبد الله والناس الجامده جدا، ووليد يوسف طبعا الكاتب والسيناريست الكبير يا حبيبي اللي انا بقول له يعني ان شاء الله تعمل الجزء الثاني، وانا متاكد ان الجزء الثاني هيكون قوي جدا يا رب. حسيتي بقى ان انت من فوق المقطم بقيتي فوق المقطم من فوق خالص جدا، انت جايه من المقطم فانت حسيتي خلاص بتمشي في الشارع بقى تضربي في الناس نجمة. وانا نجمه وانا بطله وانا او في ناس في الشارع بتعرفني بسبب المسلسل ده، والله بسبب المسلسل ده في ناس كتير عرفتني. اقول لك بسبب المسلسل ده جالي فيلمين بطوله، فيلم اسمه بيت ست وفيلم اسمه 100 دقيقه من ورا المسلسل ده. ايوه طب انت بتمثلي مع كريم عبد العزيز وانت بتتكلمي في ايه؟ طبعا يعني حتى مشهدك مع كريم عبد العزيز اه المشاهد كلها معايا صح. ايوه عاوزه ايه تاني؟ طيب دي كانت النقله اللي هي خلتك بقيتي ممثله، يعني انت دخلتي في المسرحيه بسم الله الرحمن الرحيم بقيتي ممثله الحمد لله. بعد كده بعد كده اتخذت بقى في مسلسل سرايا حمدين ده ما حققش نجاح بس ما ده كان بطوله محققش. سامح حسين و... ايوه وكان انتاج ياسر سنين و... يعني لا ما كان مسلسل لا ما سمعش كتير اصلا، وانا كده كده ما كملتش فيه اساسا. يعني مع ان سامح يعني رغم ان سامح حسين من الناس الشاطره جدا شاطر جدا، يعني المسلسل ده تحديدا ظروفه الانتاجيه والمجاملات الكتيره اللي كانت فيه، لان انا عارف تفاصيل المسلسل ده كان كله ماشي بالحب، يعني المونتي كان جايب صحابه وصحاب صحابه حصل صحاب انا صحاب نفسي دوري يتقسم على بنتين ومشيت انا بس ما كلمتيش بقى ولا اي حاجه، ولا اتكلمت ولا عملت اي حاجه، يعملوا هم عايزين مش تبقى اول حاجه فاهمني. اتعودت في المجال بتاعنا، اتعودت عادي ان انا ممكن اكون متسكنه في دور او ماضيه وفجاه ابص الاقي واحده غيري بتصور الدور ورز، يعني جايزه الثانيه شكلها لاي عنك، مش عاوزين برضو يبقى النفسيه تبقى كده يعني او ليها واسطه. لا ما هو فكره الواسطه دي ما انا برضو مش معترف بيها قوي، لكن هو انا معترف ان هي فكره رزق. لا هي يعني رزق هو اكيد ربنا، خلي بالك ان مهما كان يعني القصص والاقاويل واصل المخرج واصل المنتج، انا ما بعترفش بالكلام ده، انا بعترف بحاجه واحده بس، ان طالما ليك رزق في الدور ده هتاخديه حتى لو المخرج والمنتج والبتاع. عندك حق لان فكره المؤامره في الوسط الفني اصل هم شله، اصل هم مش عارف ايه، اصل هم ايه كتير. لا خلي بالك برضو ان هي مهما حصل يعني مهما كبرت اها، ما هو في واحد بيدير الكون من فوق، هو ربنا اللي بيدير الكون مش هم، حتى لو هو حب يعمل انا وشله ومؤامره فانا فكره المؤامره دي ما بعترفش بيها. فكره المؤامره ان الممثل اصلا ما اشتغلش عشان في مؤامره عليا، اصلا ما اشتغلش اصلا مش عارف ايه. لا هي مش مؤامره، لان انا عندي احساس ان انت عندك حته ان في مؤامره بتتم عليك. لا لا مش مؤامره، لا بس هو صادف معايا اكتر من مره ان يكون في دور اكون متسكنه فيه فجاه الاقي واحده غيري بتصوره عشان هي قريبه فلان. لا ما هو ده برضو ده نصيب مش مؤامرة. ما هو نصيب طبعا مش مؤامرة، يعني هو مش هيسيب الكون كله ويجي تحدوك انت لوحدك يعني. لا لا ما هو مش مؤامرة لا 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 ما اعتقدش اساسا، مش هتبقي انت محور الكون الوحيد اللي كل الناس بتتعبر. والدليل انت اشتغلتي في مسلسل كنت رايحة بالصدفة. بالصدفة والله بالصدفة. ففكرة ان يعني لا هو هو الوسط الفني ما فيهوش ضوابط صح. يعني انت المفروض ان انت ممثلة وبطاقتك مكتوب فيها ممثلة، ومفروض ان في نقابة تحميكي وتشغلك. انا بقى فكرة ان هم يقولوا لا اصل النقابة ما بتشغلش، لا النقابة لازم تشغل، لان في يا ريت انا بقول ان نقابة الاعلاميين ونقابة المهن التمثيلية لو ما خدوش بالهم من الازمة الكبيرة اللي بتحصل، ازمة كبيرة جدا، واحدة تمثل مشهد وتروح تقول انا ممثلة، وواحدة تطلع حلقة في قناة مدفوعة الاجر ولا بتدفع حق الهوا وتقول انا مذيعة، وبعد كده بينطلقوا في الحياة
تحت هذه المسميات مذيعه وممثله ويحصل يعني انا بشوف في نفسي حاجات الدنيا ببوز كتيره فعلا. لا هي مذيعه ولا هي ممثله ولا ينفع, بس هي بتسوق بقى نفسها بان انا مذيعه وممثله, فالموضوع يعني بيبقى صعب جدا. صح. فلازم نقابه المهن التمثيليه, نقابه الاعلاميين عندها قانون ان تقدر تحبس اللي يعمل كده فعلا. يعني نقابه الاعلاميين دكتور طارق سعده عنده قانون الدوله حطه, اي واحد كاتب مذيع وهو ما عندهوش تصريح او كان من نقابه الاعلاميين فانا اقدر احبسه بقوه القانون 3 سنين اوكي مجرد ما لكن نقابه المهن التمثيليه ما عندهاش ده, ما عندناش ده. لا يعني ما عندوش ان واحد كاتب ممثل على صفحه على الفيسبوك يتحبس, لا ما عندناش. في ناس كتير كاتبه ان هم ممثلين وفنانين بس, واقسم بالله هي بتبقى ماشيه من المشهد كده بظهرها وتقول لي انا ممثله وتروح بقى شفاها في مراسي ولا في الساحل. مش هتكلم عن الموضوع يعني, انا شفت بنفسي مش هتكلم, بس وانا شفت للاسف تقنين. وانا بقول لدكتور اشرف زكي اول حاجه انا قلت له قبل كده بقول له تاني تالت انه لازم, هو قال لي القانون ما بيقولش كده بس لازم القانون يغير في نظر الشعب. هو لازم بصراحه في حاجات كتير لازم تتعمل عشان تحمينا احنا اكتر. فانا بقى يعني فكره نظريه المؤامره انا حاسك شغاله في دماغي قوي. لا والله مش نظريه المؤامره, بس انا يعني مريت باكتر من تجربه بنفس الموضوع. جددي جددي في سعيك, لكن ما تحسسنيش ان انت مش عارفه تشتغلي عشان هما كل الابواب مقفوله. ما فيش ممثل قدامه كل الابواب مقفوله. لا هو اوكي بيجي على فكره شغل, بس مش بحجم اللي انا عملته. يعني انا عملت مثلا فيلمين بطوله فاهمني, برضه مش مشكلة. اللي جه بعد كده كان حاجات اقل بكتير. يعني هقول لك انا اللي هو انت طلعت لمستوى معين المفروض بعد كده تعمل الاحسن, تبص تلاقي في ناس معينه بيجيب لك الاقل. اقبلي واثبتي نفس واثبتي نفسك فيه وهيجي لك الاعلى والاقل. ايوه بس انما ما تقفيش عند حته معينه. وانا متخيل ان انت مش بتمثلي عشان انت محتاجه فلوس وعاوزه تجيبي مش عارف ايه, لا انت بتمثلي عشان انت بتحبي التمثيل. انا بدفع اكتر من اللي باخده اساسا. تمام, يبقى احنا نشتغل. لكن فكره ان اصلا انا يجي لي دور في نفسيتي تضطرب وابقى متضايقه او مش ده بيحصل. لا ده انا شفت ده بنفسي. ده بيحصل فعلا, بيحصل معايا جدا. ممكن اكتئب بسبب ان يجي لي دور مش حلو او يجي لي دور يكون حلو بس يتاخد. طب ما تشتغل الدور اللي مش حلو عشان ان شاء الله يجي لي بكره الدور الحلو. المشكله في الوسط عندنا ان هو بيثبتك. يعني لو انت فضلت ترضى بالخمس مشاهد والست مشاهد والعشر مشاهد مش هينقلك للكبير. لا هتتنقلي بالكبير, هتتنقلي للاكبر لما انت تبقى عندك اراده انك تتنقلي, مش ان انت تبقي واقفه في حته دي فانا مش هشتغل دول فما كده برضه مش هشتغل. ميبي نظريه. لا انا يعني يمكن ادارتك انت الازمه بتاعتك. انا حاسس ان انت في ازمه فنيه مع نفسك مع دماغك لوحدك. انت لازم انت تخرجي منها وتشتغلي وتنتشري بشكل يعني السوشيال ميديا دلوقتي تقدر توصلك للناس. طبعا طبعا ده بقت اسهل حاجه دلوقتي السوشيال ميديا اكيد. اي حاجه تفرقع. ايه الدور بقى اللي انت عملتيه وحسيت ان انت ما كانش المفروض تعمليه؟ ما كانش المفروض اعمله. اكيد سرايا حمدي. اكيد الدور بتاع سرايا حمدي ده كوثر افتكرت اسمها. طيب عملتي فيلمين بعد كده بطوله بقى, مين يعني احكي لي عن تفاصيلهم. فيلم بيت ست ده نزل دلوقتي على منصه. اقوليها عادي ما اقول الاسامي. اوكي هو موجود على نتفليكس. ده اخراج استاذ احمد عادل عقل. انتاج ديجيتال اي استاذ محمد عبد الرحمن. شادي المسلمي سيناريست. القصة أيمن العادي. الأبطال هتلاقي بقى مصطفى عبد السلام, رانيا الطوخي, ناس كتير. دوري كان فيه ايه؟ دوري كان فيه ايه؟ ايه اقول؟ قولي عادي على فكرة, ما الناس اتفرجت على الفيلم يعني بقى له قد ايه؟ هو نزل سينما في 2019 في شهر 12/2019 ونزل على نتفليكس شهر 5/2020. طيب انت مستنيه مموت عشان تقولي دوري عادي يعني الناس كلها اتفرجت عليه. بنوتة جايه من مكان ارياف شويه. مش فاهمه يعني مش هقول دوري عشان ما فهمها اصلا في بلد ثاني. اتفضلي يا حبيبي. ايوه بس في بيقعدوا يقولوا لا لا ما تتكلميش. الكلام ده واحنا في العرض الخاص. والله بيقعدوا يقولوا كده. فاللي هو خلاص اوكي بقى بريح. العرض الخاص هو الراجل ما بيقولش دوره عشان لكن احنا بعد ثلاث سنين خلاص خلص الموضوع. الحربيه بتطلع بعد خمس سنين. اتفضلي يا حبيبي. تمام.
هي بنوت عادي جايه من الارياف كل املها في الحياه ان هي تشوف قدمز كده تتجوز، عارف انت ايوه. فاللي جفسي كده جوز اختها فاتجوزتيه ايوه عشان كده ربنا كرمك. لا بس استنى، اتلبست وده انا بهدلت الدنيا في الفيلم. والله اتجوزت جوز اختك بعد ما ماتت. لا ما انا خنتها الاول معايا وبعدين هي ماتت فانا اتجوزته. يعني خنتي اختك واتجوزتي جوز اختك وبعدين خنت جوزي. وعاوزه ربنا يكرمك وتشتغلي. ايوه. لا يا والله ربنا فعلا ما بديش الواحد غير على قد نيته. لا بقى خلاص خدت جزاي ومت خلاص. مش كان لازم تموتي من زمان عشان كده، عشان كده مش عاوز تقولي الدور، لان الدور فعلا يعني ما انا اتلبست مش بمزاجي، انا كنت طيبه ملبوسه هعمل ايه؟ العفريت هو مش انا. ايه علاقتك بهيفاء وهبي؟ يعني ليه بحيث في ناس تقول لك ان انت بتقعدي تقولي ان انت شبه هيفاء وهبي؟ ولا انا مش شايف الموضوع ده خالص. لا خالص. ولا الشفايف ولا اي حاجه. لا والله ده انا ممكن طول الشعر على فكره، وبعدين دلوعه زيها. لا يعني انا مش شايف ليك علاقه بهيفاء وهبي خالص. انا شايفها في الساحل حاجه كده. يعني ايه علاقتك حضرتك؟ يعني مش فاهم ايه علاقتك بهيفاء وهبي. اموره دلوعه. ايوه اموره دلوعه طبعا. لا احنا حضرتك كده مش جايين نتجوز، احنا جايين نعمل حلقه ونقول للناس ايه علاقتك بهيفاء وهبي. انت شبهها ولا مش شبهها؟ انت بتقولي ان انت شبهها والناس بيقولوا لك ان شبهها، فين بقى الشبه؟ اهي. لا بص كده، ما انا باصص اهو. لا بص. مش شبهها، مش طول الشعر. وقمر. فانت كده هيفاء وهبي بقى. طبعا. بس هي اشهر منك كتير طبعا. ما انت عاوزه تغني عشان كده. هسمعك. يعني ايه تغني بقى؟ يعني اصل في موضه اليومين دول كل واحده ممثله ترند ومطلعه لي ايه يعني. حسناء سيف الدين ايوه حبيبتي الغاليه، ده هبقول لك الخبر بتاعك في الاخر. عامله انت الراجل. اوكي. وشيماء عبيد صديقتي وصاحبتي الغاليه عامله اغنيه برده، هي كانت ممثله. وحبيبه برده عامله اغنيه. الثلاثه اصحابي والثلاثه ممثلات، وانضمت اليهم نيشا دلوقتي، فبقينا اربعه الحمد لله. انا خايف بعد كده انا اغني والله. غني. ما اقول لك حاجه، دلوقتي الناس بتمشي ورا الترند. وما بقاش شرط زي زمان ان انا صوتي يبقى حلو ويبقى طرب وكده عشان الناس تسمعني. طب وانا بسمع صوتك وهو مش حلو. انت بتسمع فلان وفلان وفلان ليه؟ لا يعني او الناس. انا واحد من الجمهور. ليه تتعبيني وتسمعيني صوتي؟ لا بيعرف يغني ولا بيعرف يعني ايه غنى. وفين استاذ هاني؟ لا استاذ هاني شكرا استقال عشان منكم والله العظيم. والله العظيم اللي بتعملوه. طب ما هتعمل ايه؟ هو الجمهور عايز كده. الجمهور لازم عاوز ترند. احنا عاوزينك يا نجار تغني لنا اغنيه. تعملي ترند عشان يعرفوكي ايا كان بقى هو ايه الترند. في ناس هيطلعوا يشتموكي وناس هيطلعوا يحبوكي. انت يعني اوكي كده نجحتي. انت عامله الاغنيه عشان تتشتمي. او في ناس يحبوها وهيتعمل عليها كتير. لا انت قلتي تتشتمي. فيها هتلاقي ناس بيشتموكي طبعا ده اكيد. انت مبسوطه بالشتيمه؟ مش حكايه مبسوطه، بس برضو خلينا يعني مقتنعين ان في بلدنا اصبح ان انت لما بيكون عليك لغط اكتر بتتشهر اكتر. ده جو محمد رمضان ده. هتعمل ايه؟ اديك قلت محمد رمضان هو اللي اخترع منك لله. منك لله يا حبيبي. هو اللي اخترع محمد رمضان لو ما اتشتمش في يوم ما ينامش. ايوه ما يبقاش مبسوط. صح بسم الله. صح. يعني حفلته الاخيره في الساحل ده. انا فوجئت بمستوى اعمار كانت الجمعه اللي قبل اللي فاتت 18 بقى صح؟ مستوى الاعمار يعني الحقيقه انا كنت طبعا معزوم فدخلت ربع ساعه سلمت عليهم ومشيت. لقيت ان الولاد كلهم 18 وتحت ال 20 18 فانا عرفت ان مصر رايحه في حته حلوه الحمد لله. في داهيه. يعني 20 سنه وهم ال 50 60 الف اللي رايحين يحضروا حفله محمد رمضان. في الساحل الشمالي في نورث سكوير. كلهم تحت ال 18 سنه. فتاكدت ان احنا رايحين في حته حلوه قوي. يعني محمد رمضان بيقدم فن بالمناسبه انا بحب دماغ محمد رمضان واغاني محمد رمضان. وان هو دايما يعني مثلا حد ضايقه فيطلع له لسانه يعمل اغنيه يعني مش عارف الشائعه اللي طلعت عليه اخر مره وانا لا اظن الشائعه بتاعت
اوكي مش لطيفه دي. اه عامل لها اغنيه عادي، انا ذكي لامبورجيني وبتاع، انا اركب لامبورجيني ماليش علاقه بالكلام الفاضي، لان انا بشوف ان هو بيحب الستات يعني. انا بشوف ده طبعا، فدونت ميك يعني مستحيله يعني. فانت قررت تعملي اغنيه زي محمد رمضان وتركبي الترند انت كمان. لازم بصراحه لازم نركب الترند. طب ممكن تسمعيني صوتك؟ مين؟ لا مش طرب يعني، سمعيني مش طرب خالص. سمعيني حته من الاغنيه. يلا ما لا ما انا لسه ما اشتريتهاش، انا لسه دلوقتي اتفقت. طب غني لي اغنيه لعمرو دياب تيجي اخدك من 6 ل 9. غنيها لي رب صوتك نسمعها. انا اقول لك برج الحوت. لا برج الحوت ما عشان انا حوت. ماشي ماشي ماشي. كان في اغنيه كبيره تيجي اخدك من 6 ل 9 وبتاع، وبعد كده اخدك حاجات كده، فلو حابه تغنيها مش عارفه. لسه اخر اغنيه لعمرو دياب دي؟ لا والله؟ اه لا ما لسه ما وصلتليش. طيب يلا غني برج الحوت، برج الدلو، برج العقرب. انا كنت عامله عليها ترند على فكره من كام سنه. بس كان راس. غني بس عشان نسمع صوتك، بعد كده هنحكم. ما انت صوتك ممكن يبقى وحش ونمشيكي من الاستوديو اصلا. ايوه ما هو صوتي مش حلو. مش طرب. امال هتغني ليه؟ في اجهزه وفي حاجات بتظبط هي الدنيا مش انا. انا حاسس ان الاجهزه في تحركات حصلت معاها. هي اجهزه ولا في رقص معاها؟ لا ما اكيد هتبقى الاغنيه فيها رقص برضه. طيب. من مدمنة رقص. طب يلا غني الاغنيه. ماشي. نتريق بقى يلا بينا. ما خلي الناس تسمع صوتك. هي ايه؟ برج الحوت. ايوه. والله بحبك موت واحب برج ال اطلع فاصل يا ابني. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. انا بقالك زمان ما عدتش علينا. انا برضو من ساعة ما خدت اللعبة والميدالية. ده انت مركزة مع الزباين بقى. ايه ده؟ مش مع اي حد والله. النبي انا قريتك خلاص. بقولك ايه، عايز لعبة جامدة يكون سعرها حنين. نعم البيه عاوز يولع فينا خير. شكلك اللي عشقها الواد. واد مين يا حاج؟ هو انت تايه منك عيل صغير ولما تا جاي يدور عليه هنا؟ دي مقدمة النهاردة ودي الأسئلة. بس ايه ده يا منى؟ هي دي بس الأسئلة؟ ما رضيتش نزود لها الأسئلة إلا لو زودنا لها الفلوس. يا ساتر. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا سي عاطف. لا 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 خليكي خليكي. لا أبدا يا سي عاطف، أنا خلاص خلصت. خش أنت خد حمامك على ما أجهز لك الفطار. نفسيتي تعبانة أوي، مش طايقة نفسي. كل ما يقرب معاد الدخلة تحصل لي حاجة تقلل الفرحة. عارفة ايه حكاية الانتحار دي؟ الانتحار انت فعلا كنت هتنتحري؟ بص هو عامة الأحوال اللي احنا بنمر بيها أكيد بتخلي ناس كتير يفكروا عشان التنسيق تنتحري؟ عشان التنسيق. أيوة ما اقول لك اصل هو مش تنسيق. فيما يبدو ليه ان انت في اسره مستقره ماليا وماديا. أيوة. ما عندكيش مشاكل وما عندكيش واحد بتحبيه فممكن تنتحري عشان الحمد لله لسه. فانت هتنتحري عشان ما بتمثليش. ايوه بس مش التمثيل، هو التمثيل فاهمني مش التمثيل. هي حاجه انت مضيع عمرك فيها. كنت تفكري تنتحري ازاي؟ ترمي نفسك قبر قصر النيل، هتولعي في نفسك، هترمي نفسك من بلكونه، يعني لو فكرتي في الموت ازاي؟ يعني لو فكرت لا اكيد هبعد عن النار وعن الميه. عاوزه موته حلوه دلوعه كده. ايوه موته ما توجعنيش. حاجه تخليني اموت كده وانا مش واخده بالي. انت فعلا كنت هتنتحري؟ انا عاوز اجابه صريحه عشان انا عرفت من مقربين ليكي ان انت كنت بتفكري في الانتحار. انا بشجعك طبعا، لو عاوزه تنتحري انتحري مفيش مشكله، بس هو حرام. لا مش حرام، ما اعتقدش انه حرام، هو مكروه لكن مش حرام. مش هنخش في الدين بس هو حرام. مش هنخش في الدين بس ليه هتنتحري يعني؟ يا جماعه يا ريت المخرجين والساده المنتجين، في بنت مصريه هتنتحر بسبب انها بتشتغل. شغلوها يا جماعه، شغلوها يا جماعه لو سمحت. دكتور اشرف زكي بنت هتنتحر. اوكي حلو فكره الغاز مثلا.
لا ده احنا بنصدره دلوقتي بره مصر ومحتاجين الدولارات. الله يبارك لك. يعني اي السم بيوجع، النار بتوجع. لا هو طبعا اكيد انت عمرك ما هتنتحري، واكيد عمرك ما هتفكري تعملي كده، بس احنا بنقول ان مش انا اقوى. طبعا انت اقوى من كده وانت قويه، اوعي تنتحري. لا لا انا اقوى من لو كده. لو فكرت تنتحري ارمي نفسك في النيل. لا ما بعرفش اعوم، هخاف. انت هتموتي بقى. هخاف جبانة. طبعا احنا بنقول لكل الناس موضوع الانتحار ده موضوع مش حاجه حلوه خالص. اه طبعا. وحاجه سلبيه، وبقى انسان سلبي اللي بينتحر. وانا ما اظنش ان دي سلبيه. وهتشتغل ان شاء الله. ما اشتغلتيش السنه دي تشتغلي السنه الجايه، ما اشتغلتيش السنه دي. انا هي وقت مني السنه دي بس. ما اشتغلتيش السنه اللي بعدها تشتغلي سنه 2028، يعني في امل. ايه ده؟ لا مش هيحصل. هي وقت مني رمضان اللي فات ده وبس، خلص الموضوع. لا هشتغل. طب انت عشان رمضان اللي فات تنتحري؟ عشان اتاخد مني مسلسلي بس. مش هي كانت مجرد فكره، لكن انا انت قويه. هو ده بالظبط، انا قويه. انا عارفه كويس ان انا هشتغل، وعارفه ان انا هكبر وهكون نجمه. وعد طبعا. حليفي. وعد وحياه ماما. احلفي وحياه ماما. اوعي تنجحي. لا مش هعملها. لا هي كانت مجرد فكره وراحت لحالها، لكن انا اقوى كتير من ان انا اعمل كده، وانا عارفه ان انا هبقى نجمه. حلوه الثقه. يا ريت بقى نثبت عليها وما نفكرش في الحاجات اللي هي بتودي في داهيه والانتحار والبتاع والكلام اللي مش لطيف ده. وبعدين عادي اديك هتقعدي تغني وهتعملي كده حاجات غريبه. فيعني خلينا بمناسبه الغنى بقى اروح يعني للنجمه حسناء سيف الدين وبارك لها الاغنيه بتاعتها الجديده. هي اغنيه لطيفه جدا عاملاها كده عن الرجاله. فتحيه من كل الرجاله لحسناء سيف الدين وكل الرجاله في مصر بتحبك، وانا شخصيا بحبك كمان. نروح للنجمه المتالقه شيماء بدو، وهي عملت اغنيه كده دمها خفيف وكان فيها فواكه كده وبتاع وحاجات لطيفه، وبرده عامله اغنيه حلوه. واضح ان هو موسم الترندات الفنيه الغنائيه، هم يعني فاهمه ياخدوا اجازه من التمثيل شويه فيروحوا يعملوا اغنيه. كمان كان في حد كمان غنى طبعا نجار احنا قلنا عليها، لكن في اغنيه كمان حبيبه برده غنت اغنيه حلوه جدا. فالحمد لله يعني اي حد يزن في حاجه دلوقتي بيغني فالدنيا تمام وزي الفل. وانا بالمناسبه هعمل اغنيه جديده برضه. حلو ده، مبروك. اه ما انتوا بتعملوا اغاني وانا ما عملتش اغاني. ايوه صح. يلا بينا. طيب اللي جاي بقى بتفكري في ايه في اللي جاي؟ فكري تتجوزي. اتجوز؟ ايه مواصفات فتاة احلامك؟ السؤال ده رخم جدا. يعني انا كنت قاعد من يومين ثلاثه كده في حاجه فلقيت واحد بيسال، مش واحد من الصحفيين تقريبا، السؤال ده عندهم ايه مواصفات فتاة احلامك؟ يا عم انت واقف قدام نانسي عجرم عشان تقول لها مواصفات فتاة احلامك؟ مش كده يعني. لا بس لينا مواصفات احلام حتى لو مش نانسي عجرم. اه يعني ايه مواصفات فتاة احلامك؟ ده كتير قوي. كتير قوي، انا صعبه جدا. لا انا مش ماليش دعوه يعني قوليها حضرتك. حنين. قوي مع كل الناس اللي معايا، لازم يبقى ضعيف جدا. ماديا طبعا يبقى كويس. متفهم. يكون open mind مش فاهم، عشان الموضوع هنا في مصر وعنده شريك الساحل الشرير وبتاع عشان برضه تعرفي تصيفي. صح. اقل من هسيان ده ومراسي مش عايزين. لا لانك تبهدلي اقسم بالله والله ما هتعرفي تخشي مراسي. صح. ويجي لي مصروف شهري 50 60 بالباص بتاع الاونر. لا والله. انما الناس اللي هم دول ما يدخلوش اقسم بالله، والله ما يخشوها من بابها. ده بجد؟ ده بجد والله. عشان تخش كلاب هاوس لازم يكون معاكي تكوني اونر، يعني لانه بيطلع صورتك، يعني تحطي الباص وانطلع صورتك على الشاشه عشان يعني الناس اللي تستهبل يعني. فمش هتعرفي تخشي مراسي يا حبايبي. خلاص يبقى لازم يكون عنده شريف مراسي او فيلا. لكن هسيان ده يعني ممكن تخشي يعني عادي وتنزلي، طالما الاونر معاكي تعرفي تنزلي معاهم البحر. طالما يعني برده لازم يكون اونر موجود. طبعا ما تخشوا كده وتزعجونا. انا بقول لك يعني حاولي تشوفي حد يكون ايوه عنده، ويبقى عنده شركه انتاج، ساعتها هتفرقعي بقى. آه يعني لا برده ممكن يبقى عندك شركه انتاج برده محدش يحبك. لا بس في نظريه النجم المفروض برده ما بنحبوش، بس بيشتغل ما بينجحوش، بس بيشتغل وبتفضلوا يعني بتفضل يعني. انا اعرف واحده شركه انتاج وموقع وبتاع ومسلسلات بطوله وسبحان الله. ايوه بس ايوه بس بتقعد تسقي الناس بيها كده غايه ما بص تلاقي واحده في واحده يعني يبقوا 80% بيكرهوها فجاه و 70% بيكرهوها، يفضلوا يقلوا لغايه ما تاخدهم كلهم منك كده. ان شاء الله يا جماعه نجار هتشوفوها باعمال حلوه كتيره جديده. دايما متالقه وانت وش
حلو سينمائي كده. والحقيقه يعني انا ما كنتش متجوز الاربعه، كنت يعني ما ترددتش، بس يعني الحمد لله. فيعني ان شاء الله دايما تكوني متعلقه ودايما تكوني نجمه ودايما اللي جاي يبقى احلى يعني، فما في اسيش. ولو يئستي قوي انت فكرت في الانتحار، انا مش هقدر اقول لك حاجه. بياني قوي براحتك، بياني. فخليني بس اروح لخبرين اخر. انت عارفه فاطمه بشيري طبعا؟ اه طبعا فاطمه حبيبتي. فاطمه بشيري الحقيقه كانت في الاسبوع اللي فات في حفله حمائي، وواضح ان هي كانت متالقه جدا في حفله حمائي، وكانت عامله اجواء لطيفه. وانا بحب فاطمه، هي كمان متالقه جدا في مسلسل وسط البلد السنه دي، وعامله دور مميز جدا. اه الف مبروك ليها. وحلاوه فاطمه ان هي يعني انا بحس ان الممثل الشاطر اللي هي نوعيه بتاعتك والنوعيه بتاعت فاطمه والنوعيه بتاعت سمر علام، اسمها سمر علام، اه الناس الشاطرين دول اللي هم بيعرفوا يمثلوا. يعني انا شفت واحده اقسم بالله في مشهد في احد المسلسلات، لا دي تروح تلعب في نادي نابولي مع سبليتي مها، دي ما تعرفش ناس رياكشن التمثيل ان الراجل هيتجوز ولا بنت بتحب ابوها، ده يؤكد ان هي لازم تعتزل التمثيل وتروح تلعب كوره. مش مشكله على فكره، الكوره بتجيب فلوس اكتر من التمثيل. صح صح والله. يعني انت لما تروحي تلعبي في نادي نابولي مع المدير الفني قدير سبليتي، لا اقرا ده تكسب اكتر، ممكن يحطك ورا الجون برضه هتلعبي، بس مش هتزعجينا. فيعني يا رب يا رب يا رب الوسائط تقل شويه عشان احنا تعبنا. يا رب يا رب. ففاطمه بسيني كانت متالقه جدا في الحفله، وانا بصراحه مبسوط بفاطمه، يعني بحب شغلها وبحب هي اداءا شاطره، وتقريبا انت في نقطه محترمه اه في نفس الدفعه في المعهد. وبنوته محترمه ومش مؤذيه وممثله شاطره وذكيه. اه لا ف انا بحبها بصراحه بجد. خلينا نشوف فاطمه كده وهي قاعده بتغني بقى مع حمائي وبتاع وحاجه، يعني يا ريتني كنت روحت الحفله بس انا ما كنتش فاضي بقى. يلا بينا الناحيه الثانيه. كمان هروح للخبر الاخير وهو تكريم اشكي يوسف في مهرجان معهد ميس نايل، احسن ممثله شابه ما شاء الله. مش ده هو الخبر بيقول كده. فطبعا ببارك لسامح كمان، سامح عاطف، حقيقه مهرجان لطيف ولذيذ. وان كان يعني لجنه التحكيم برده كانت جميله والاجواء كانت لطيفه، بس انا عاوز السنه الجايه بقى يبقى في فوت. يعني مثلا يبقى احسن ممثل في 5-6، احسن مش عارف ايه في كذا، علشان يبقى صح فوت للجمهور. الاختيارات صح. ما تبقاش الاختيارات فرديه يعني، ما تبقاش انا حاسس الاختيارات شويه فرديه ان هو كده. فانا نفسي الفتره الجايه يبقى الاختيارات يبقى في 7-8 في كل بند او كده، احسن ممثل احسن ممثله احسن مش عارف ايه. صح. وكمان كان حسن الفنان القدير احمد حلاوه، احمد حلاوه من الناس اللطيفه جدا. وحسن عبد الفتاح بحبه جدا، اللي هو كان دايما بيطلع مع الليمبي، كل دول اتكرموا في اليوم ده، وفنانين اخرين الحقيقه. وكان كمان خساره اني ما جيتش. الميزه في البنات اللي هم في سنايل اللي هم عملوا المشاريع، يعني مش هي طالعه ميس نايل علشان هي حلوه، لا عشان بتفكر، عشان عندها عقل. طيب حلو ده. يعني بتعمل مشروع وتتكلم اللي كانوا بيتكلموا في الجواز، واللي كانوا بيتكلموا في الطلاق، واللي كانوا بيتكلموا في البيئه، كل بنت عامله مشروع عندها بروجكت. فالحقيقه الموضوع كان لطيف جدا، وده كان يوم الاحد اللي فات. فببارك لسامح وبقول له الف مبروك على نجاح المهرجان ميس نايل. وانا بحس ان هو بيتعمل مرتين في السنه، فمش فاهم ليه، يعني ليه مش مره واحده في السنه؟ عادي، ده سؤال مني برضه ليه. رزق. وببارك لكل الناس اللي اتكرمت، وان شاء الله نلتقي في ترند جديد وحلقه جديده. واعتقد الحلقه دي كان دمها خفيف كده ويعني فاهمه وحلوه. ايوه عشان انا قمر بس. عشان انت قمر. الحمد لله. السلام عليكم.